بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم رتل مع العفاسي. نتواصل معكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة ونترقب اتصالاتكم ونترقب الأصوات الجميلة أفواه القرآن المجودين المتقنين ليشنفوا أسماعنا في تلاوتهم لكتاب الله الكريم. نذكركم بالأرقام ونذكركم أيضا بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة، وأشكر أيضا شركة أبو ظبي للإعلام على استجابتهم لندائنا، بما أن هناك مشاركين لم يحصلوا على الجوائز أو التذكرة أو العمرة. أبشركم إن شاء الله يعني لكل من اتصل شركة أبو ظبي للإعلام ستصرف مبالغ مادية لهؤلاء لتعويضهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. نستقبل أول اتصالات. تفضل من معي. عبد الله من اليمن، يا هلا ومرحبا فيك يا عبد الله. حياك الله شيخ. الله يحييك ويحفظك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا الشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم
يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من هاي عبد الله انقطع الاتصال مع عبد الله أنا معك يا أخي يا شيخ ها عبد الله معك تفضل أكمل إيه معك وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومنكم ومنكم أخفي ومنكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن يفتح عليك يا عبد الله صوت جميل وتلاوة أجمل اللهم بارك ولا غرابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية تفضل من معي سمير من الإمارات تفضل يا سمير وعليكم السلام ورحمة الله يا هلا ومرحبا فيك نعم أنت بخير وأنت بخير وصحة وسلامة أعوذ بالله من الشيطان والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الله يفتح عليك يا سمير شكرا لاتصالك الله يحفظك عفوا يا رب عفوا ناخذ اتصال آخر عبد الرحيم من الجزائر تفضل يا عبد الرحيم أنت على الهواء بس توطي التلفزيون اللي عندك يا عبد الرحيم تسمعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم حياك الله شيخ الله يحييك ويحفظك يا عبد الرحيم بس تسمعني اسمعني بس من السماعة مش من التلفزيون نعم اسمعني من سماعة التليفون وطف التلفزيون أنا أسمعك يا شيخ أنا أسمعك يلا توكل على الله ويعبدون من دون الله آية 73 من سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات
السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ما تستطيع أن تقرأ حفص؟ أنا أقرأ بورش يا شيخ، أنا أقرأ بورش. نعم، نحن نقرأ ختمة متتابعة يعني، واللفظ في نظيره كمثله. نحاول أن نقرأ دائما بالتوسط لحفص. ما طيب، حاول أن تقرأ حفص وأنا معك إن شاء الله. بسم الله. والله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. أينما يوجهه لا يأتي بخير. حاول ترقق الراء أكثر. بخير وهو على صراط مستقيم. أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. انتبه إلى الكسرة، وهو على صراط مستقيم. لا تفخم القاف، لا تفخم القاف. مستقيم في أدنى مراتب الإخفاء. وهو على صراط مستقيم. جميل يا عبد الرحيم، الله يفتح عليك يا عبد الرحيم، بس حاول يعني لا ترقق الواو كثيرا. وهو ماشي. وهو لا. على صراط مستقيم. الله يفتح عليك. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الرحيم، تلاوة جميلة وصوت أجمل، اللهم بارك. ناخذ بارك اتصال. الله يحفظك. من معانا؟ وسام من الإمارات. نعم. حسام من الإمارات، تفضل يا حسام. والله أخرجكم. حلو. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. تسمعني يا حسام؟ نعم. من بطوني
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم والأبصار والأبصار والأب أيوة والأب والأبصار والأفئدة لا رققها وقلقلها والأب والأبصار والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ما يمسكهن إلا الله غن النون المشددة ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله يفتح عليك يا حسام شكرا لاتصالك حياك الله يبارك فيك ناخذ اتصال من العراق معنا من؟ جعفر من العراق جعفر من العراق تفضل يا جعفر الشيخ كل عام وانت بخير وانت بخير وصحة وسلامة بس الآية كم؟ آية 80 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون جود جود يا جعفر راعي الغنن ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم شهيدا ثم شهيدا ثم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون الله يفتح عليك يا جعفر شكرا لاتصالك الله يبارك فيك تلاوة جميلة اللهم بارك منو معانا؟ السلام عليكم أحمد من الإمارات وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أحمد آية 85 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا
ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الله يفتح عليك ويبارك فيك، شكرا على هذه التلاوة. حاول أن لا تبتدئ بهذا الابتداء ولا تتبنى كلام المشركين. ربنا هؤلاء شركاؤنا، لا، لو بدأت بقالوا ربنا هؤلاء أفضل. من معانا محمد سعيد من الإمارات، تفضل يا محمد. تفضل يا شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لاتصالك. شكرا، ما شاء الله، تلاوة جميلة وتجويد أجمل. من معنا؟ محمد أشقون من المغرب. حياك الله يا محمد. بارك الله فيك. وفيك بارك. نحبك في الله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتني لأجله. من أين أقرأ يا شيخ؟ آية 93، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. نعم. في سورة النحل. نعم، آية 93. أكمل الآية التي بعدها جزاك الله خيرا. آية 93، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم، لأنني أقرأ بدون مصحف إن شاء الله، فأبدأ إن شاء الله. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها اقرأ بالتوسط بالتوسط ها؟ نعم بالتوسط نعم. ولا تتخذوا نعم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إنما عند الله هو خير لكم انتبه إلى الراء فخمها نعم إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون الله يفتح عليك يا محمد ويبارك فيك تلاوة جميلة الله مبارك وتجويد أجمل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى تسعدنا تلاواتكم وأصواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة ونذكركم بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح ربي مقسم الأرزاق على عباده واللي يحمد الله يرزق زيادة ما خاب من يرفع كفيه للمولى وكل من صبر ربي بيحقق مراده كل من صبر ربي بيحقق مراده معنا اتصال أعزائي المشاهدين من معنا خالد من الإمارات تفضل يا خالد السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشهدك على حبك في الله يا شيخ أحبكم الله الذي أحببتني لأجلي الله يحفظك يا خالد نبدأ القراءة شيخ نعم ما عندكم ينفد وما عند الله باق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزين
ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا تفخم الباء صبروا لا صبروا. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ. لا تفخم قرآن لا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الله يفتح عليك يا خالد، تلاوة جميلة، اللهم بارك، وصوت جميل. الله خير، الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال. أشرف من مصر، تفضل يا أشرف. 103 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمدك في الله ونسأل الله أن يجزيك خيرا عنا وألا يحرمنا أجرك. آمين، الله يجزاك خير، ما نستغني عن دعائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتح
واختر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المد قبل إلا، من بعد إيمانه إلا، من كفر، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الله يفتح عليك يا أشرف، تلاوة جميلة، اللهم بارك. حاول أن تراعي الغنن، وقلبه مطمئن بالإيمان. نأخذ اتصال. محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آية 107. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. حياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لاتصالك، الله يفتح عليك ويبارك فيك. من العراق عندنا اتصال، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك شيخ. ممكن أقام الحفظي لو سمحت؟ تعرف باسمك أول؟ فاخر موحان. حياك الله يا فاخر. ما تريد أن تتابع التلاوة يعني؟ أي نعم، من ياسين إذا لو سمحت يعني. يلا توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أنا خلقناه من نطفة قلقل. أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنشأها. جود يا فاخر، الغنن راعها. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بدون إخفاء، وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر؟ مرة ثانية. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ مرة ثانية. بلى. أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الله يفتح عليك يا فاخر، الله يبارك فيك على هذه التلاوة. شكرا شكرا. حازم من الإمارات، تفضل يا حازم. آية 110 معنا يا حازم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله يحفظك. من أي آية إن شاء الله؟ 110 من سورة النحل. 110 سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك بعدها لغفور رحيم. راعي المدود، ها احنا نقرأ بالتوسط. وصبروا إن أعيد ولا؟ نعم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. رقق اللام. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. انتبه يا حازم للام. وهم لا يظلمون. لا 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 تفخم اللام. يظلمون لا يظل يظلمون. وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الله يفتح عليك يا حازم، تلاوة جميلة جدا، اللهم بارك. ناخذ اتصال آخر. إبراهيم من الإمارات، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. الله يحييك يا إبراهيم. فكلوا مما رزقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله يفتح عليك يا إبراهيم وحاول أن تراعي المدود لأننا نقرأ بالتوسط مأمون من الجزائر تفضل يا مأمون السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقرأ أنا وابني يا شيخ بارك الله فيك يلا توكل على الله ولدك ماذا يقرأ يقرأ ياسين إن شاء الله يلا توكل على الله إن شاء الله يصير معنا وقت إن شاء الله يبدأ هو شيخ يلا توكل على الله السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله شو اسمك يا ولد مأمون عبد الرؤوف جدو حياك الله يا عبد الرؤوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون الله يفتح عليك يا عبد الرؤوف ويبارك فيك ويبارك في والدك الأخ مأمون ولم يبقى معنا وقت للأسف أعزائي المشاهدين جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة السلام ورحمة الله سمير محمد مبروك يا سمير حصلت على جائزة للعمرة ولا تنسانا من دعائك إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة أعزائي المشاهدين هذه تحية محدثكم أخوكم شاري راشد العفاسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي صدق
فلنشرع عيرة المعين. رد المعين، رد المعين، رد المعين، رد المعين، رد المعين. داوي الأسى وادعو عسى يا آية أن تشفعي. رتل معي.